نهايه الاسبوع. واسلام سامي، مساء الفل يا اسلام. مساء الفل يا كابتن، منورنا. بنور حضرتك، اخبارك ايه؟ كله زي الفل، كله تمام 100 والله. الاسبوع الاول تقييم اسلام سامي. اسبوع حلو. اول يومين كانوا حلوين. ماتشين، ماتشات اول يوم كانت حلوه. ماتش المصري وسيراميكا كانت سهره جميله الحقيقه. تاني يوم الدنيا سخنت. ماتش الاهلي والاسماعيلي كان حلو جدا. الزمالك وسموحه كان ماتش فيه نديه كبيره جدا. والحقيقه الماتشين بتاع الاهلي والزمالك هنشيد بالاهلي جدا. الزمالك كان عنده مشكله وفيريرا تداركها. لكن انا بس قبل ما اشيد بحاجه، اشيد بجاريدو مع الاسماعيلي. عمل شوط كويس، عمل ماتش كويس جدا كويس. والفريق اتحسن معاه جدا. وان كنت بس الاسماعيلي لو كان لم نفسه الشوط الثاني وما اندفعش. لان هو اندفع جدا قدام النادي الاهلي، والنادي الاهلي عاقبه لان ريتم الاهلي اعلى بكتير. الاهلي، الزمالك، بيراميدز، فيوتشر عندهم افضليه عن فرق الدوري ان هم لعبوا في افريقيا، فبيدخلهم في الاجواء. كابتن طارق العشري، تحيه كبيره جدا من وجهه نظري لكابتن طارق العشري. وانا من سوء حظي كنت في الاستوديو التحليلي، فخلصنا متاخرين بعد ماتش، يعني احنا خلصنا ماتش الزمالك مظبوط بيخلص تقريبا، فما قدرتش اتابع المباراه، يعني شفت لقطات بس. احقاقا للحق كابتن طارق العشري، الناس كلها بتقول كابتن طارق هيلعب بطريقته الدفاعيه. كابتن طارق بيدافع 6-3-1 وبيقفل. كابتن طارق فاجئ الكل بضغط عالي على الزمالك من اول دقيقه 45 دقيقه. حتى فيريرا في تصريحاته قال ان سموحه كان اشرس مننا فترات كتير المباراه. الحقيقه خاصه ان في لعيبه كتيره ما كنتش حد متوقع ان هي تظهر. سموحه في غياب جونيور اجاييه، ولعيبه كتير راحت عن الفريق، لكن سموحه عمل جيم كويس جدا. نعم. ماتشات النهارده برده كانت كويسه. عارف الجميل يا اسلام، ان احنا بنشيد بالاسماعيلي رغم انه خسران، بنشيد بسموحه رغم انه خسران، وده امر كويس. ده اللي كان نفسنا فيه، مش فرقه ترجع تطلع تدافع طول المباراه، وحتى لو خدت بونت وحتى لو خطفت المباراه، لكن دي مش كره القدم بصراحه. يعني بص يا كابتن، انا النهارده اللي عاجبني ان في حاجه بتحصل. سموحه فاجئ الزمالك. كابتن طارق عاشري تخلى عن اسلوب المعتاد ولعب بطريقه منظمه. هو مش مجرد هجوم وضغط. الاسماعيلي كمان لعب كره كويسه. احيانا الجيم بيفرض على المدرب حاجات. ممكن في وقت معين تنجرف في الضغط، وممكن تقسم الجيم، هدافع شويه هاجم شويه. وفي فرق بتشوف ان قدراتي، لان انت ممكن النهارده لما تلعب الاهلي وتفتح خطوطك هتتعاقب. لان في مساحات كبيره جدا، فبالتالي الاهلي هيقدر يضربك في المساحات دي. فالتنظيم ده كويس. والدوري كله بيقول ان انا عندي النهارده اهلي زمالك المصري. انا بقول ان المصري الوعكه في اول الموسم ده، بس كابتن كابتن ايهاب جلال بياخد ماتش 2-3 وهتلاقي الفريق طبع عليه ويبدا يشتغل. بس ما تتنرفزش بدري، هي دي الناس تبقى عارفه. بس سيراميكا هايلين، فيوتشر 2 بونت 3 بونت مكسب في الشوط الثاني، الاول تدارك الشوط الاول. ففي 6-7 فرق هيبقوا صعبين قوي، وهتبقى المنافسه وماتشاتهم كلها. فكل اسبوع هيبقى عندنا ماتش او ماتشين حلوين. طيب ايه اللي اتغير في الاهلي؟ اللي بيزيد في اللي احنا بنكتشفه في كولر، مش اللي بيتغير. كل مره بنشوف حاجه جديده. اتكلمنا على الاظهره عن لكن النهارده عايز ابدا كلامي ان الاهلي عنده ميزه كبيره جدا في الضغط. الاهلي بيضغط كويس جدا، فريتمه عالي. الاهلي بيضغط عالي، بيجيب الكوره. الاهلي بيعمل ضغط عكسي كويس جدا، بيجيب الكوره. الفريق يا كابتن بقى ريتمه عالي سريع. الفريق بيتحرك بسرعه. الاهلي الاول كان بيتاخد الكوره واحده واحده. صح. تحس ان اللعيبه فايقه فريش، كله بيجري، كله بيتحرك، الريتم سريع جدا في الملعب. على طول بقى نخش في التفاصيل. بص يعني في الثلث ساعه الاولى، بحرك المنظر الثلث ساعه الاولى 6-6. نعم. على طول انا النهارده طالع اضغط عالي، فبجيب الكوره. إليو ديانج قطعها راحت للاسماعيلي. نعم. تعالى بقى نبص على المنظر ده تاني. محمد شريف رايح، برونو سافي اللي رايح يضغط ده على فكره. نعم. على طول في قلب، في القلب كمان طاهر او عبد القادر داخلين. بص المنظر على طول. انت خمسة. بتحاول تضغط. خمسه. الضغط مش منظم، بس هو في الاخر الاهلي جاب الكوره فين؟ وخد بيها فاول على فاول على طول. ده حمدي فتحي. بص حضرتك اكرم توفيق. نعم. هنا على طول لبرو ده برونو. اتقطعت ضغط عكسي، الراجل بيجيب الكوره، اكرم بيكمل، فبقى واحد على واحد. قام جاي له طاهر. ايه اللي هيحصل؟ الاهلي هيجيب الكوره. نعم. فبدري. اذا الضغط اللي اتطبق مع الاتحاد المنستير في الماتش الذهاب وماتش العوده نجح، بقت فرصه تهديف لمحمد شريف. واحده كمان. تعال بص حضرتك بقى هنا الضغط لما اتضرب. بص حضرتك الاهلي النهارده في اتنين راحوا غلط، زاويه التمرير اتفتحت. بص حضرتك المنظر. هنقف بقى بعد الكوره دي على طول. الاهلي لما بينجرف في الضغط عنده مشكله في ظهره. مظبوط. فلو النهارده لازم هو بيضغط حمدي فتحي وإيلي ديانج، واحد فيهم ياخر عن التاني يعمل عمق. علي معلول طلع، اتفضت المساحه في ظهره. اتلعبت المساحه في ظهره. الضغط فيه مجازفه. أيوه. لان انا بطلع اضغط عالي. بص حضرتك مره تانية هنتكلم برضو على مين. ديانج وحمدي فتحي على خط واحد. كره في وسطهم، عبد الرحمن مجدي عنده فرصه في مساحه كبيره جدا. يبقى الضغط انا بنجح فيه كويس جدا. لازم الاهلي يخلي باله ان في مساحه، ما يطلعوش يضغطوا على ايه، على خط واحد، لان اي لعيب هيلعب باص في ظهرهم اتضربوا الاثنين على طول. ولكن
احنا بنتكلم في ثالث ماتش الكولر مع النادي الاهلي. نعم. اسلوب الضغط ونمط الضغط هيتحسن وهيبقى اجريسيف اكتر واشرس والفريق هيبدا يرحل، لان انا حركه الكوره اللي جبناها لعلي معلول دي الفريق واقف قبل خط نص الملعب. صحيح. معنى كده ان انت زقيت الديفنس بتاعك في ظهر لعيبتك عشان ما يبقاش مساحات، ولكن لما بتضرب بيضطر واحد من رباعي طبعا واحد من رباعي خط الدفاع هيطلع. ممكن يكون عندك بالزبط. فريق زي الزمالك، فريق زي السيراميكا، فريق زي فيوتشر، سرعات بيجدي. صح. الكوره النهارده اتحطت لباسم مرسي ما قدرش يخش في السبرنت، لكن قدر محمد عبد المنعم ياخدها. حضرتك تخيل ده مثلا بقى صراع مع ايبوكا. نعم. صراع مع زيزو. نعم. صراع مع لعيب من بيراميدز. في لعيبه كل شويه هتلاقي حاجه مختلفه، والفرق كمان مع كل ماتش قوتها البدنيه هتزيد. اذا الاهلي عنده اسلوب دلوقتي في الضغط. الناس لازم تتابع ان الكولر من اول ماتش لغايه دلوقتي الاهلي بيضغط عليه بيجيب الكره من قدام. طيب. ودي نقطه مهمه جدا. احمد عبد القادر يعني يبدو انه معجب باحمد عدويه، حبه فوق حبه تحت. ماتش اللي فات اتحاد المانشستير احسن اللي فات حبه فوق حبه تحت، هايل قدام اتحاد المانشستير وجايب وصانع وتمام وطلع وتحيه وزي الفل. اس فجاه الماتش اللي بعديه والفرق 4-5 ايام الناس استغربت، هو ايه اللي بيحصل؟ هل الجماهير على حق في الهجوم ولا مفروض الهدوء شويه على اللعيب؟ انا الجمهور بيشوف اللي قدامه. نعم. لعبت حلو هيطلع بيك السماء، لعبت مش كويس اقول لك لا، بدليل ان كولر نفسه اخذ باله وغير احمد عبد القادر في الدقيقه 59 وتغيير فردي مش اتنينات. الراجل هو طلعه. احيانا احمد عبد القادر بيكسر رتم الفرقه. نعم. تمام. اذا حضرتك قلت ايه حبه فوق حبه تحت. صحيح. فانت في ايدك انك تبقى فوق وتلعب السهل وتستغل مهارتك. نعم. اللي ربنا مديها لك. نعم. وتبقى مفيد للفريق. معلش نرجع بس من اول الحاله عشان نوري احمد عبد القادر لما بيلعب السهله اللي بسرعه. أيوة. ايه اللي بيحصل؟ ايوه بص حضرتك معلش نرجع يا استاذ وائل بس من الاول. بص يا كابتن علي معلول احمد عبد القادر بيتحرك. نعم. هينزل يستلم لف رفع عينه فضل ثرو باس في ظهر اللعيبه تحرك ممتاز من محمد شريف. نعم. فرصه جون. نعم. ده احمد عبد القادر حبه فوق واحده ثانيه علي معلول خطف احمد عبد القادر اخذ في المساحه هيفكر لا هيبص على زميله حط له الكره ببطن رجله حبه فوق حبه فوق. نعم. تعالى بقى ناخد القرار كده صنع هدفين يا كابتن في الماتش اللي الناس كانت بتنتقده فيه. نعم. تعالى بقى نبص ثاني على احمد عبد القادر. احمد عبد القادر هو دخل في التحام جاب الكوره استخدم مهارته زي الفل. بص بقى كام واحد 4-2 فرصه تهديف حط لمحمد شريف حط لبرونو حط لطاهر عايز يعدي بلا اي مبرر. نعم. في حته صعبه جدا لكن مدافع الاسماعيلي حط جسمه اتقطعت. حضرتك هتلاقي بقى ان الكيرف بدا ينزل. ادي واحده كمان فرصه تحت. بص بقى كابتن حمدي النجاز اتخطفت كره مع الاهلي فرصه هجمه مرتده احمد عبد القادر ميس باس منتهى البساطه اتقطعت محمد حسن اخذ الكره بقى الكره هدف فرصه جون للاسماعيلي. نعم. اذا انت اللي في ايدك تقول انا حبه فوق ولا حبه تحت. انت اللي في ايدك ان الباس يطلع منك صح ولا غلط، انك تبص على زمايلك ويبقى عندك ايثار ان اللعيبه بتتنجم لما بتصنع. نعم. اللعيبه بتتنجم لما بتاخد مشوار لما بتقطع كوره، مش لازم تعمل شو واحده والثانيه والثالثه. مقبول ان انت تحاول ترقص نتيجه 3-0 بالزبط. او نتيجه مضمونه، لكن خلاص. 0-0 والمباراه قافله ملهاش لازمه في لعب جماعي. الطبيعي. نعم. ان احمد عبد القادر خلي بال حضرتك الاهلي عنده الجناح الشمال ده اللي راكب فيه من يوم ما كولر جه احمد عبد القادر. وجهه نظر مره في اتنين في كده هيلاقي حد تاني بيلعب مكانه. ده صحيح. لو ما مسكتش في الفرصه في ظل ان في لعيبه كتير في السكواد مش هتلاقي نفسك مكان. طيب نروح على اليو ديانج، وقالوا لي ان انت اخترت اليو ديانج هو الافضل. انا اخترت اليو ديانج افضل في مباراه الاهلي الاسماعيلي وفي الجوله من وجهه الجولة نظري كلها. نعم. لان اليو ديانج هايل. نعم. هايل بمعنى الكلمه. ادوار متعدده كابتن بسم الله ما شاء الله. خلينا بس الاول حضرتك لو بصيت على اليو ديانج حاجه سريعه في الارقام. نعم. دقه تمريرات 93% 93% في المركز ده يا جماعه في نص الملعب صعبه جدا. يعني مثلا مش مدافع بيبص للي جنبه او لا، ده راجل هاف ديفندر يعني مهمته صعبه جدا جدا. استخلص. نعم. الكره 21 مره اكتر لعيب استخلص الكره للنادي الاهلي اليو ديانج. نعم. عمل 4 مراوغات. يعني هو بيستخلص وبياخد الكره قدامه وبيراوغ. والمراوغات الصحيحه 4 100%. سد التسديده واحده على الجون اتعملها بلوك. اذا. نعم. احنا بنتكلم عن ارقام مهمه واهم ما يميز لعيب نص الملعب دور الاساسي ايه. استخلاص الكره تمريراته مظبوطه بيراوغ بياخد الكره ويروح لقدام. اذا. نعم. انا بعمل ادوار الى حد كبير جدا متكامله لمركز اليو ديانج في النادي الاهلي. اعتقد ان اليو ديانج اكتر. نعم. لعيب حاجز مركزه جوه. نعم. النادي الاهلي. نعم. بص يا كابتن بقى الباس اللي اتعمل في الاول ده هنقف هنا. بص اليو ديانج بص التمريره اللي بالمباشره دي. ده من اليو ديانج لحمدي فتحي. أي. تمريره قطع بيها ضرب بيها كام واحد 1 2 3 4. فين طب ابص عليك فين. وتك على طول. نعم. 4 لعيبه بره اللعبه ناخد اللي وراها. نعم. عشان نشوف الراجل ده قد ايه بقى مؤثر انه بيطلع تمريرات قدام للنادي الاهلي. دي اول حاجه. نعم. هجمه للاهلي هتتخطف هتبقى هجمه مرتده. علي معلول اهو نص الملعب الاهلي اتضرب مين اللي واقف مغطي جنب اكرم اليو ديانج. بص. نعم. بقى كام متر يا كابتن بص المشوار ما شاء الله في الدقيقه 85 و40 ثانيه. نعم. هنا
الاهلي كان بيلعب بطريقه شبه كانت بعد ما نزل قفشه 4-1 4-1. نعم. هو الوحيد اللي متواجد. بص اليودانج مره تانية في الدقيقه 88. نعم. بص عليك المشوار والقدره ان انت ما شاء الله لعيب عنده ورك ريت بالقوه دي وتمريرة. وحط باس. نعم. في مساحه مظبوطه وفي زمن لكريم فؤاد بس الكره طولت من. نعم. كريم فؤاد ما يعيب اليودانج. دي عنده كل المبررات ان الكره تطلع صح. طلعت. نعم. غلط. لازم يخلي يبقى ضامنها بنسبه 1000%. اتضغط عليه اتخطفت. نعم. فين في حته مهمه جدا هو. نعم. راح صلح الموقف بس. نعم. مش كل مره هتصلح. صحيح. الموقف اذا. صحيح. احنا قدام لعيب بيقولك الكابتن بيعمل ايه بيشد. نعم. الفرقه لقدام. 25 30 يارده في الدقيقه 88 والجون اللي انقذه اللي جبناه. الفكره ان بعد تغيير قفشه لما نزل في الملعب وما طلع حمدي فتحي الاهلي كان بيلعب 4-1 4-1. مزبوط. هو قدامه قفشه برونو سافيو وطاهر محمد طاهر. وانا اسف مش فاكر الرابع مين بس الاهلي بعد التغييره دي وشادي انا اسف. نعم. فالاهلي 4-1 الراجل ده شال نص ملعب الاهلي لوحده تماما. قفشه ما بيعملش ادوار دفاعيه. فاذا الراجل ده الراجل واثق فيه وقفشه نازل بادوار هجوميه طبعا لان الاهلي اخذ الريسك خلاص انا ايه بقرب. صح. عايز اجيب جون. نعم. ومن ساعتها الاهلي راح للجون وسجل واليو ديانج قدر انه يعمل الكورتين اللي جبناهم دول فاعتقد. طيب. ان الاكثر ثباتا في المستوى طول الجوله من الاهلي الى الزمالك والزمالك الشوط الاول لم يقنع جماهيره والشوط الثاني الهدفين يعني ريحوا جمهور. طبعا الهدفين فرقوا مع الزمالك ثلاث نقط ريحوا الناس لكن في تباين ما بين الشوط الاول والشوط الثاني. نعم. الزمالك بادئ الموسم مش في احسن حالاته. أي. وانا بقول ان ده طبيعي جدا. مع انه خلص الموسم لعب ماتشات رغم ان الاربع ماتشات دول كان فيريرا بياخدهم ان هم كتمرين للفرقه ولكن انا بشوف حاجه فيريرا بدا بطريقه الراجل بيحاول يوصل للزمالك الطريقه اللي علمها لهم في الموسم اللي فات. اول ما جه كانت الدنيا مش ماشيه مع الزمالك كويس قعد ماتش في التاني بيحاول يحفظهم ادوار معقده. نعم. وطرق مختلفه بمعنى ان الزمالك النهارده بدا الجيم ده ب 3-5-2 مش ب 3-4-3 هم. نعم. 3 ورا لكن زيزو بيلعب مهاجم صريح جنب سيف الجزيري. أي. وانا بشوف ان ده فيه ظلم كبير لقدرات زيزو طول ما انت مش هتلعب كوره انت. الفريق قدامك بيلعب تحت الكوره. الزمالك بيلعب 3-5-2 الحاله الدفاعيه 5 ثلاثة هم رؤى على يمينه عمر جابر على شماله زكريا الوردي والاثنين المهاجمين اللي موجودين الكرة بتتلعب. بص عليك تمركز زيزو فين هو المهاجم جنب سيف الجزيري على طول. نعم. الزمالك بيحاول يقضي أدوار معقدة في الملعب. بص يا كابتن المنظر ده أدي الخماسي هو اللي. نعم. في النص ده رؤى اللي على يمينه عمر جابر اللي على شماله زكريا الوردي. صحيح. الهدف من كده إيه ان عمر يمين ناحيه اليمين جنب سيد عبد الله يلعبوا جبهه مع بعض وزكريا. نعم. الوردي يميل على فتوح يعملوا جبهه مع بعض وده منظر الهجمه فتوح زكريا الوردي زيزو جاي يلعب معاهم هنا عشان يعملوا مثلث يشتغلوا بيه بالجبهه دي وبعدين الكره بتتقطع فهنروح نبص الناحيه الثانيه بص منظر الزمالك بقى اتفاجئ بكابتن طارق العشري الضغط 1-2-3 وفي ظهرهم 3 فهيعمل ايه محمد عواد هيلعب كوره طويله فالزمالك كان عنده ازمه الشوط الاول في الخروج بالكوره مش عارف يطلع بالكوره اصلا فبالتالي. نعم. مش عارف يوصل لهجوم سموحه هنا بقى المنظر اللي بيقول حضرتك عليه بدا الزمالك يتحسن من الدقيقه 38 رؤى اللي عامل ماتشات كويسه جدا. صحيح. بالمناسبه صحيح. اتحرر بقى في جبهه ناحيه اليمين ادي سيد عبد الله وادي عمر جابر الجبهه دي اتحركت طب ايه تاني خلى الزمالك يتحسن في بدايه في اخر الشوط زكريا الوردي نزل خد دورتين بص بقى زكريا الوردي فين يا. نعم. كابتن بيساعد في طلوع الكوره عشان الزمالك مش عارف يطلع بس هنتراك بقى زكريا الوردي لغايه ما يوصل هناك ادي حمزه سيف نزل استلم الجبهه اليمين سيد عبد الله وعمر جابر وهنفضل مركزين مع زكريا واخد الموقف الراجل مكمل جوه ال 18 هتتلعب بالعرض اللي هيروح يلعبها بدماغه زكريا الوردي. نعم. الراجل بيساعد في طلوع الكوره وبيطلع هنا الزمالك بدا يتحسن اتظبط اكتر امتى قبل الشوط ما يخلص لما زيزو هتلاقيه في قلب الملعب اهو خلاص قال له بقى انزل اتحرك. نعم. خد حريتك زيزو بيتحرك بيسند الكوره الزمالك بيروح ناحيه الشمال هتلاقي الفريق انتشر صح الزمالك اتعادل شكل الفريق في اخر خمس دقائق من الشوط الاول وزيزو داخل في القلب بدا الفريق يتحرر التغيير الاهم للزمالك كانت بنزول امام عاشور. نعم. الحقيقه امام عاشور بص يا كابتن بقى امام عاشور اللعيب وانت مش عارف تطلع محتاج قدرات للعيب واحد في وسط سته بيلف وعنده ثقه اخذ الكوره هيكمل امام عاشور بيكمله بص بيرقص. نعم. بيحط زمايله وبرده امام عاشور هو اللي هيكمل لغايه جوه ال 18 وبدا احمد سيد زيزو عينك تلمحه ناحيه اليمين. صحيح. الزمالك بعد كده بدا يغير طريقه لعبه لطريقه اشبه ل 4-4-2 او 4-2-2-2 كان بيعملها السنه اللي فاتت ونزل يوسف اسامه اللي بالمناسبه كان واحد من اهم نجوم الزمالك لما نزل الحقيقه. بص الزمالك بيضغط بقى دلوقتي هنا اهو 4-4 او 6-6 في نص. نعم. ملعب سموحه فبدا يجيب الكوره فبدا يتواجد في نص ملعب سموحه اكتر بص حضرتك المنظر ده. نعم. يوسف هناك خالص وزيزو فاتح الكادر من تحت واثنين مهاجمين سيف الجزيري ومن تحتيه شيكابالا عشان يبدا الزمالك يتحسن نسبيا خلاص بدا الزمالك يخش في الجيم اكتر مع
ان سموحة بدأ بدنيا يقع شوية هتلاقي ان الزمالك قرب اكتر واكتر، ولكن التغييرة بتاعت يوسف وبتاعت شيكابالا وامام هي اللي فرقت. بص يا كابتن، الزمالك بقى كرة الجون خمسة بعرض الملعب، انتشار ما حصلش ابدا الشوط الاول. زيزو على اليمين النهارده اتنين مهاجمين، والكرة دي تحرك ممتاز من شيكابالا في ظهر الدفاع، وفتوح بيلعب الكرة دي كويس جدا اتحولت لجون. يبقى اذا التباين في الراجل بيلعب 3-5-2 بعدين 4-3-3 وبعدين 4-4-2، كل الحاجات دي دايما يحسب لفريرا انه دماغه شغاله في المباراه، حتى مزبوط. لو عنده اخطاء بيقدر يصلحها في اثناء المباراه، خصوصا الشوط الثاني. دي حقيقه عنده قدره ان هو يسيطر على الفريق ويقدر يغير في الشكل وطريقه اللعب وبيدي ادوار للعيبه بتفرق جدا معاه. بس الفكره كلها ان انا بشوف برضو ان هو عمال يغير في الشكل، عايز يوصل لحاجه معينه في دماغه والفرقه تشتغل بيها. لغايه دلوقتي هو بيلعب بثلاثة. هو عنده مشكله الفتره الجايه، اصابه الونش هتفرق معاه جدا طبعا، حسام عبد المجيد مع المنتخب الاولمبي ما اعرفش ايه اللي هيحصل، ابراهيم انداي كمان حضرتك قلت انه اتصاب فبالتالي عنده كذا لعيب الونش مهم جدا، ولكن اعتقد مصطفى الزناري هيرجع يركب على طول جنب عبد الغني وحسام عبد المجيد في حال وجوده. لكن في المجمل الزمالك الشوط الاول ما كانش زي الشوط الثاني، لكن في المجمل يا كابتن عملوا ماتشات، يعني الشوط الثاني احسن كتير بالنسبه للزمالك. اتخيل ان الفتره الجايه فريرا هيبدا يعلم اللعيبه اكتر ادوار معقده، لانه مثلا واحد زي عمر جابر ده بياخد دور مهم جدا، وانت بتلعب بثلاثه انت بتتحرك من نص الملعب تفتح عرض الملعب على الاخر خالص عشان تبقى انت كانك جناح وسيد نيمار يخش للقلب وهكذا. طيب قبل ما نختار فقرات الافضل، احنا كنا قايلين السؤال لحضرات الساده المشاهدين والمتابعين، هناخد بعضا بس من ارائهم. احمد داوود اختار احسن لعيب اليو ديانج، وافضل هدف سامسون، وافضل حارس عواد، وافضل مدرب فيريرا، وافضل حكم محمد عادل. اما امجد عاطف فافضل لاعب شيكابالا، افضل مدرب احمد سامي، افضل حارس حارس مرمى حرس الحدود احمد فوزي، وافضل هدف سامسون، وافضل حكم امتنع. مصطفى فيجو افضل لاعب اكرم توفيق، افضل هدف مصطفى فتحي، افضل مدرب كولر، افضل حارس جنش. حسن فاروق افضل لاعب اكرم، افضل هدف سامسون، افضل حارس محمد فوزي الاسماعيلي، افضل مدرب طارق العشري، افضل حكم حماده القلاوي. محمد عبد الرؤوف اختار محمد حسن افضل لاعب، وافضل هدف سامسون، وافضل حارس محمد فوزي، افضل مدرب احمد سامي، وافضل حكم عنده تحفظات. اما يوسف سليمان افضل لاعب فهو اليو ديانج، افضل هدف شادي، افضل حارس محمد فوزي الاسماعيلي، افضل مدرب كولر. كابتن احمد حمدي افضل لاعب شيكابالا، افضل هدف سامسون، افضل حارس عواد، افضل مدرب فيريرا، افضل حكم حماده القلاوي. عيد محمد افضل لاعب اكرم، افضل هداف شادي، افضل حارس محمد فوزي حارس الاسماعيلي، افضل مدرب كولر، افضل حكم مفيش. محمود صابر ديانج افضل لاعب، محمد فوزي افضل حارس، شادي حسين افضل هدف، كولر افضل مدرب، محمد عادل افضل حكم. اما محمود البناوي او البنواني عفوا احسن لاعب ديانج، احسن هدف مصطفى فتحي، احسن حارس المهدي، احسن مدير فني كولر. ديدو ناصر افضل لاعب ديانج، افضل هدف ايبوكا، افضل حارس حارس مرمى الاسماعيلي محمد فوزي، افضل حكم افضل مدرب مارسيل كولر، افضل حكم حماده القلاوي. احمد عيسى افضل لاعب جين ايبوكا، افضل هدف هدف المحله، افضل حارس حارس الداخليه، افضل مدرب كولر، افضل حكم حكم ماتش الزمالك نادر قمر الدوله، على فكره من الحكام الكويسين. حمد عبد اللطيف الصغير افضل مدرب احمد سامي، افضل لاعب ديانج، افضل حكم حماده القلاوي، افضل هدف ايبوكا ومصطفى فتحي، افضل حارس محمد فوزي. اما هيثم محمد فبيقول افضل لاعب ديانج، افضل هدف في شادي حسين، افضل حارس الشناوي، افضل مدرب مارسيل كولر، افضل حكم مش عاجبه حد. سامي شحاته افضل مدرب كولر، افضل لاعب اكرم، افضل حارس الشناوي، افضل هدف شادي، افضل حكم علامات استفهام. محمد خطاب افضل لاعب ديانج، افضل هدف ايبوكا، افضل حارس محمد فوزي حارس الاسماعيلي، افضل مدرب كولر واحمد سامي، افضل حكم كاتب كلاتنبرج. اما هيما ناصر احسن لاعب هو ديانج، احسن هدف جون ايبوكا، احسن حارس حارس رقم واحد في مصر الشناوي، احسن مدير فني كولر، وهناك تحفظ كبير جدا من الكثيرين على افضل حكم. اختياراتك. افضل لاعب اليو ديانج. اليو ديانج اعتقد هو اللي يستحق احسن لاعب في الجوله. تمام. اليو ديانج. يلا عندنا ثلاث اختيارات لافضل هدف يا كابتن. نعم. جون ايبوكا لاعب سيراميك كليوباترا، دي على فكره اسلام من ضمن الفريق العمل، وبالتالي دي اختيارات البرنامج، فعايز تنزل بيها يا وائل انزل واحنا بنتكلم مع اسلام. يبقى افضل لاعب
افضل لاعب في هذه الجوله اليو ديانج. اليو ديانج نروح جري الأفضل الهدف. احنا بنختار ثلاث أهداف فبناخدها من ثلاثة إلى واحد. اتفضل إسلام. جون إيبوكا لعب سيراميك كليوباترا في المصري رقم ثلاثة. الهدف رقم ثلاثة. يعني هو تم اختيار جون رقم ثلاثة. نعم. مصطفى فتحي لعب بيراميدز في إنبي رقم اثنين. جون. نعم. حلو جدا. نعم. ورقم واحد كان شادي حسين لعب الأهلي في الإسماعيلي. مظبوط كده رقم واحد. أنا بشوف كمان إن جون إيبوكا الجون فيه عمل جماعي هايل. نعم. جون شادي حسين الكريدت الأكبر يروح لكريم فؤاد 100%. فدول الثلاث أهداف. نشوف يلا. طيب بعد افضل هدف افضل حارس خلينا نشوق الناس شويه بدل ما نقول ونحرقها. تعالوا نشوف افضل ثلاث تصديات والتصدي الاول اللي هياخد رقم واحد هو حارس هذا الاسبوع. تصدي جنش خد التصدي الاول. تصدي صعب جدا. نعم. تصدي صعب وجنش شال انفرادين مهمين جدا. صحيح. جدا النتيجه 0-0. ودايما انا بس بخلي الناس دايما تبص لما حارس المرمى يشيل انفرادات قد. نعم. ايه بيفرق في نتيجه الجيم. طبعا. وانت 0-0 انك بتمنع جون او انت كسبان وتمنع جون بتفرق جدا. التصدي مهم جدا لجنش. افضل مدرب خدها بجداره الحقيقه لانه هو دايما مدرب مجتهد وشاطر وموهوب لكنه اداؤه في الاسبوع الاول كان اكتر من رائع. يلا بينا. افضل مدرب احمد سامي اعتقد عن جدارة. ما شاء الله كابتن احمد سامي بيتحسن. ايه اللي عمله يعني في المباراه؟ اداء عظيم يا كابتن. اولا هو كابتن احمد حسن عينه حلوه جدا. صح. انت بينقي كويس جدا اللعيبه بيقدر يستغلها. انا عجبني جدا 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 توظيفه لمحمد ابراهيم. محمد ابراهيم بقى بيلعب ناحيه الشمال، بيلعب في قلب الملعب، بيلعب 8. محمد ابراهيم مع كابتن احمد سامي حاجه تانية خالص. فكره ان جون ايبوكا تحت احمد ياسر ريان دي هايله. نعم. حضرتك النهارده ممكن تتفرج على الماتش ده، مره هتلاقي جون ايبوكا هو اللي فوق ومره احمد ياسر. صحيح. بعدين احمد ياسر قدامه جون ايبوكا، بعدين ميدو جابر بيقطع. التنوع والتحرك وان الفرقه تقدر ان هي تبقى في اول ماتش قادرين يشتغلوا مع بعض كده ويستغلوا. نعم. المساحات في ظهر نص ملعب المصري كان اكتر من هايل بصراحه. حقيقه تحيه كبيره جدا لكابتن احمد سامي. افضل مدرب افضل حكم الحقيقه كتير جدا امتنعوا وكتير جدا انتقدوا لكنه انا قلت بس عينه من الرسائل اللي موجوده عندنا بعد تنافس عنيف جدا ما بين محمد عادل وحماده القلاوي فاز بيها كابتن محمد عادل. ادي قدامنا محمد عادل هو حكم الاسبوع. الارقام متساويه تقريبا بينه وبين حماده القلاوي رغم انه محمد عادل عنده يعني لعبه يعني احتمال كبير كان تستحق الطرد بتاعه طاهر محمد طاهر وحماده القلاوي عنده لعبه الهدف الملغي لفريق غزل المحله في شباك المقاولون العرب لكن كلها وجهات نظر متباينه يظل التحكيم هو مشكله المشاكل.
والله كابتن للاسف الواحد متعشم خير يا رب السنه دي يعني يكون الدنيا انا عاجبني فكره ان اللعب بقى يجري كلمه البلاي اون اللي بقى تتحرك على طول دي بس ساعات بتتساب زياده عن اللزوم على قد فهمي يعني لكن اتمنى الفتره الجايه تبقى الدنيا احسن وهم كمان الحكام يبقوا فاهم اهدى هو بحس ان هم يعني يحاسبها خالص يحصفر كل سنه صحيح سريعا هتقول لنا فريق الاسبوع اتفضل اسلام هنقول محمود جنش في حراسه المرمى نعم. وعايز بس اقول حاجه سريعه المهدي سليمان البلعوطي الاثنين كانوا مهمين جدا هنتكلم عليهم كمان. نعم باك ليفت من النادي الاهلي علي معلول اداء اكتر من هايل 60% نسبه نجاح العرضيات 6 من 10 دانيال طبعا ساعدني في دي حسام عبد المجيد من الزمالك عمل ماتش كويس جدا وتحمل هجوم سموحه بعد طلوع الونش محمود مرعي من فيوتشر صنع جون اكرم توفيق اكتر من هايل هجوميا ودفاعيا في الاهلي نص الملعب اليو ديانج محمد حسن هايل من الاسماعيلي هجوميا احمد مصطفى من سموحه عمل ماتش مباراه هايله قدام الزمالك ما اعرفش ازاي مشي من الاسماعيلي الحقيقه محمد ابراهيم كان خناقه يعني مع الكابتن حسن عبد الرب محمد ابراهيم من سيراميك كليوباترا واحد من احسن اللعيبه الحقيقه هايل مصطفى فتحي اضافه كبيره جدا لبيراميدز جون ايبوكا مهاجم من سيراميكا من وجهه نظر بالتساوي مع احمد ياسر رين الاثنين هايلين طيب خلينا نروح لفاصل بعد الفاصل معاكم على الشاشه واهداف وحراس اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين اهداف وحراس والريتم سريع وعندنا حاجات كتير النهارده يلا عندنا حاجات كتير الاسبوع بدا بغلطات ابرزهم غلطه شيكا حارس مرمى فاركو غلطه يعني غير مبرره يلا بينا نلعب على طول عبد الله بكر رجع له الكوره كابتن تصرف غير مفهوم طبعا منه باد لك غير عادي وتصرف يعني غريب بص بقى حضرتك في تصرف عبد الله بكر عنده يلعب ناحيه اليمين تمام هو بيبني الهجمه شيكا بقى عنده كام اوبشن 15 واحد في الهواء 2 رامي صبري 3 مودي هو اختار ان ما حدش عارف هو عايز ايه هو عايز يعدي ويرقص في وسط 2 عاش في دور اللعيب هو اتصرف كانه شيكابالا الحقيقي يعني كانه شيك يعني اتصرف كانه شيك واخد بال حضرتك الكره اتقطعت جون سهل جدا غلطه ثانيه في نفس الماتش ماتش كان غريب برضه محمد ابو جبل عرضيه بص حضرتك ما اتفرج على الماتش كله طبعا يعني هو الجميل انه تدارك خطاه لحقها بس الغريب التوتر اللي كان عليه دي طبعا مش بنالتي عشان اكون امين واضح لكن هو كحارس دولي لازم يتعامل بذكاء اصبر استنى ثواني يا وائل ثواني يا وائل الله يخليك ثواني ثواني انا عارف ان الوقت خلاص بس ثواني يعني النهارده انا بتكلم اولا شيكا انتيكا في الاولانيه يعني مش حلوه خالص وانا يعني انتقدته اكتر من مره اما ابو جبل فابو جبل جول كبير طبعا فلازم يكون على قدر المستوى لانه متوتر طول المباراه متوتر طول الوقت يعني هنا ده نوع من انواع التوتر على فكره بتحصل بتحصل لكنه متوتر طول الوقت بدون داعي على الاطلاق انت حارس دولي وجاي من نادي الزمالك هو يحسب له جدا انه تدارك واللعيب ما كانش يقدر يرقصه يعني لكن ايه ده هنا بقى الكره دي على فكره باينه جدا باينه جدا ما فيهاش طلوع يعني صحيح الراجل لوحده لكن على ما يلم ويجي الراجل ده هيجي خلاص الدنيا يعني بمنتهى البساطه هي اتلعبت هو بص حضرتك برده في نقطه بص حضرتك الراجل محمود الجزار وطى راسه ما تعرفش ليه حاجه عجيبه جدا محمود الجزار عداها هو حاول يروح حس ان هو هيلحقها هو فعلا كان هيلحقها بس هيلحقها هو الحقها هيقوم جاي عاصم صلاح وخلاص هو الحقها بصراحه لكنه هي كانت هتبقى مشكله الراجل هيبقى هنا مزبوط. ممكن يجي له انفراد بس ده هياخد اسبرنت اكتر شويه هيضيق عليه المسافه وفي فرصه انه ابو جبل يلعبه شويه هكذا يعني هي برضو ارجع اكرر انها مش ضربه جزاء لكن فيها حته تهور. مش تهور في الضرب الراجل ما ضربش الراجل لا تهور من طلوع ابو جبل بالظبط كده لانه طول قبلها اتخانق مع اللعيبه والدنيا مشدود مفيش ما يقدر ده امكانياته وخبراته المفروض تبقى ماتش بيخلص بخبرتك ده انت تاخد الراجل خد بيها فاول تطلع لك بيض لان لو خد فاول هيضيع السنتين دول يعني خلص. فاتصور معلش بس هي كبدايه متوقعه يعني التغيير والنقله من الزمالك الى مزبوط. نادي البنك الاهلي بس انت ممكن تعمل موسم هايل مع البنك الاهلي البنك الاهلي عامل تدعيمات جيده طيب ابو جبل انهيار الجبل انهيار الجبل عند حضرتك في الحته دي جون ميدو جابر في محمود جاد في المصري بص حضرتك الجون خلينا بس عايش اول من عيد الجون تاني بص حضرتك الكتله بتاعت لعيبه سيراميكا اللي هنا دي كابتن احمد سامي بيعمل الحركه دي على طول على فكره بالكورنر اما يروح على القريبه هتلاقي 4-5 راح على القريبه انت خلي بالك انا 2-4-6-7 في مسافه قد ايه بقى مفيش ده سبعة يعني والحارس الثامن بالظبط وده داخل معاهم رجب نبيل داخل معاه بص حضرتك بقى محمود جد كم واحد ايه التصرف بقى الصح يا كابتن هنا بيني وبينك صعب قوي قوي وكابتن يعني احمد سامي بصراحه هايل هو بيعملها على طول على فكره يعني ما هو صعبه يعني انا ما اقدرش احملها للحارس
ابقى ظالم لو حمل يعني ناس كثيره جدا حملتها له. طبعا ناس كتير حملتها له فعلا. بس هو بس مش بص هو هيطلع مش شايف حاجه اصلا. معلش يا وائل هاتها لي من بدايتها، هاتها لي من بدايه الكورنر نشوف البوزيشن بتاعه. يعني هو حتى اهدى بس اهدى خالص اهدى خالص بقى. يعني هو واقف هنا على القريبه هي هي متر يعني هو الطبيعي يجي هنا يعني هيعمل ايه؟ هو خلي بالك جاد مش عملاق مش مزبوط. مش طويل. مش ابو جبل مش الشناوي مزبوط. مش محمد بسام مش من الحراس الطوال صح. هو لو طويل شويه كان هيتعامل بالبوكس فاهم يعني وسع جدع وقوم داخل دق ضاربها يعني. سؤال بقى هل بقى في زي ما بيقولوا كده ميس ماتش في الرقابه طبعا اللي ماسك اللي ماسك ميدو جابر مش طويل طب بس برافو عليك اللي ماسك ميدو جابر مش يعني طويل. انا ما عنديش طول للحارس بس عندي طول لناس يعني يعني يبقى الطبيعي ان اللي هيقف على الزاويه القريبه قدام سيراميكا يكون لعيب طويل عشان هتتعامل على يعني والطبيعي انه بص هو هو قدام خطوه واحده بس طبعا. لا ده انا يعني عارف اللي هو ايه الكتف بالكتف زي زمان يعني على طول تطلع تاخدها من فوقيه لكن الكره عدت اول وقفه تتغير بالزبط. الوقفه تبقى هنا مثلا هو عايز ياخدها من القريبه على طول ده تكتيك مدرب زي ما انت قلت كابتن احمد سامي هايل هايل ناخد اللي وراها نقول جد غلبان ما شافش حاجه غلبان ما شافش حاجه والله فعلا الزاويه الثانيه بتبين هو في 6 7 لعيبه ورا الناس هتحمله له بس هو جول رزل يعني هدف رزل بص عليك هي عدت نعم. اول واحد احمد الشيخ على فكره رقم 22 مش فايتر مش بتاع هيدرز هو طلع بس عمل واحده كده لا مش بتاع هيدرز مفيش صعبه جدا صعبه جدا اما بقى يستنى في الجون فاهم يعني هو بقى الحل انه يستنى ما يتحركش بس ويلعب على التوقع ان هي تيجي يشيل هو عنده الرياكشن بتاعه عالي جدا فالحل انه يستنى بس هو الناس هتحمله جزء من المسؤوليه مظبوط نعم ناخد اللي وراها ده المفروض هدف تعادل امبي في مرمى بيراميدز غلطه بقى مركبه بقى يا كابتن غلطه نعم. غلطه مركبه يعني نعم. محمد حمدي بص الكره البلعوطي نعم. كره طويله يلا البلعوطي عامل ماتش كويس جدا نعم. جدا يعني وهنجيب له برده اكتر نعم. بص حضرتك اول واحده اسامه جلال طلع جلى الهوا نعم. محمد حمدي قصيره جدا الشناوي طلع قام رافع ايده عبد الكبير رفيق كبو انا اسف رقص كام خلينا نقول انه خطا حمدي اساسي مليون في المية لكن انا كحارس مرمى هنا انا هقول لفظ والله بس مش قصدي بس الافي هتحكم يعني الشناوي اما بلاوي يعني يعني ما بيعش نفسي كده يعني انا حارس مرمى دولي اهدى شويه لانه انا عندي 100 اوبشن لسه اتعامل معاه الكره اقفل يعني اقفل طمعه طلعه على بره يعني حاجات كتيره جدا انا مش حارس صغير طبعا انا مش حارس كبير الحراس الصغيرين اللي بيجوا دول اي خطا انا قابله منه مظبوط هياخد خبرات لكن لما اتكلم على محمد الشناوي لما اتكلم على ابو جبل لما اتكلم على احمد الشناوي لما اتكلم على شريف اكرامي اتكلم على بسام لما اتكلم على الناس دي لا صح اهدى شويه نرجع للجون تاني معلش يا وائل لانه مهم جدا انا بحس نشوف. ان هو طلع متاخر وكان يعني متوقع كان لازم السبرنت بتاعه اول ما حمدي يغلط بس انا بس في نقطه انا اسامه جلال يعني أنا طلع عالي اما جالي الكوره برضه طب انا هسالك سؤال تاني اتفضل هو البلعوطي لعبها منين من عند ال 18 من عند تحت جون اخر لعيب في في بيراميدز فين اهو ورا اهو خالص نرجع بقى يا وائل نرجع من جديد اهدى بقى خالص اهدى اهدى اقف 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 من فضل حضرتك ايه ده انا لازم اكون هنا كل دول الفرقه كلها تتزقل قدام ده 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 هنا هتبقى الدنيا دي براح لاحمد الشناوي هيطلع يلعبها او انا هرجع بوش تاني اخدها والعب ايه اللي مرجعني ورا كده وهي بعد النطه دي يا كابتن كان حمدي عنده مليون حل تاني غير ان يرجعها ورجعها ازاي ده رجعها ولا ايه السيد قال نقطه حلوه قال لك هم ضمنوا المباراه صح. شافوا ان المباراه سهله بس الاساس يا اسلام ما اعرفش موافقني ولا لا موافق عليك ان الفرقه لازم تتزق انا ايه اللي مرجعني ورا كده لازم تتزق انا كنت دايما افضل اصرخ ما كانش حتى طرق اللعب كده اطلع قدام قدام الراجل بيشوط شبه ضربه مرمى طب ضربه المرمى ما فيهاش تسلل لكن دي مش ضربة مرمى لا بالظبط كده انت عارف تسمع على طول حارس المرمى والجهاز بيتكلم عذرا يا احمد الشناوي والله مش قصدي وبس الافيه حكم يعني لانها فعلا بتخسرك نقطتين في بدايه الدوري العام واحنا ما صدقنا ان انت رجعت لانه من الحراس الموهوبين ناخد اللي وراها نعم برضو غلطه مفاجاه من محمد عواد في مباراه الزمالك وسموحه الكره اللي جايه كره عرضيه برضو نعم. عواد اساء التعامل معاها الكره الاولانيه حسام عبد المجيد حط رجله محمد نادي بص حضرتك بقى عواد طلع نط ساب الكوره نط من فوقيها شالها دفاع الزمالك بص حضرتك ده خلي بالك بقى كان ممكن يعمل بينالتي كان ممكن يعمل بينالتي كان ممكن تخش جول يدخل جول لولا اللعيب ما صدقش مظبوط عواد انا هفسرها وبرده ارجو ان ما حدش يزعل هنا يا اما انا طاير بايدي واخدها وكانس كل اللي قدامي مش هقدر اتكلم
يا اما هتعامل بشكل افضل اقف كده، لانه هو سهلها خالص لل صح. هو ده كمان ده هو اللي يعني اللي ساعده ان الاثنين قريبين وانه عدد مدافعين الزمالك جيد صح. انا متصور انه عواد من ساعه ما جه صبحي عنده حته قلق، ودي نقطه مهمه جدا. ليه؟ لان عواد قدر ينجح مع الزمالك السنه اللي فاتت وما كانش في حد بيدبدب ورا، كان معانا ديم ومعاه سيد عطيه وعمل ماتشات كويسه جدا. لازم يبقى بص يا كابتن، بص ده هو حظه من السماء ان اللعيب ما وقعش. انا مش عارف هو كان عايز يلعبها برجليه طالع يشوطها، كان المفروض يطلع ياخد الكوره وياخده وينزل. انا بقول لك انا بايدي وطاير واخد الناس كلها ولا بالزبط. حد يعني لو الرجل دي في وش في صدر ده بينالتي صح، لو الرجل خبطه في الراجل ده بينالتي، كان ممكن يشوط حسين فيصل. انا بقول لك يعني بينالتي مرتين بس حظه ربنا بيحبه، لا خبط في ده ولا خبط في ده بالظبط. لا لا ده خلي بالك انا ايه بينالتي وطرد صح، كان هيغلط يعني لو رجله جت في صدر لعيب سموحه مظبوط، بينالتي وطرد مظبوط. عواد قلقان انا بقول كده، ولكن انا اشوف ان عواد لازم يبقى عارف ان هو طالما عندي بديل مهم ان انا ادي الماكسيمم بتاعي، ما بقاش عليه خالص. عواد حارس مرمى كبير جدا، وحته المنتخب والكلام مش هتلعب غير لما تبقى جاي. العنوان عواد قلقان صح تمام صح. يلا يلا بينا ناخد اللي وراها. نعم بص بقى كابتن، دي بص الراجل ده محمد ناجي جده نزل في ماتش اسوان والاتحاد السكندري وقام عامل لوب في المهدي سليمان بس المهدي تدارك الكره بسرعه. النقطه دي وتصدي المهدي في اخر المباراه، انا ليه بقول جيب دول؟ المهدي سليمان كان بعيد جدا السنه اللي فاتت، رجع اول ماتش اول خمس دقائق طلع على فكره مسك الكره غلط وبعدين قدر يتدارك صحيح. بسرعه لحق نفسه بسرعه، الكادر ما كانش مفتوح لحق نفسه. تعال بقى ناخد الكره اللي ورايا ورا لحضرتك، التصدي اللي احنا جبناه في احسن التصديات، الكورتين دول كانوا هيضيعوا الماتش من الاتحاد السكندري. المهدي سليمان النهارده قدر ياخد يقود الاتحاد لاول ثلاث نقط، واحد يعني نجم الماتش من الاتحاد السكندري. انا عايز اقول حاجه بس، انه في احيانا حراس، هو خلي بالك ما هنعدها هتلاقي المهدي كان واقف هنا مظبوط، وده بوزيشن صحي صح كده. في حراس بتفرط قوي تلاقيه طالع هنا فما يلحقهاش. بص ركز، الحمد لله ان الكاميرا جايبه كله. اقف لي على المهدي بقى هتعرف من ساعتها هو واقف فين. هو واقف على خط السته ما افرطش، عارف لو واقف هنا كل سنه وانت طيب هدف ويتحمل مسؤوليته تبقى بدايه ولا اسوأ صح. لكن هنا نقول مهدي سليمان مالي المكان، مالي المكان تمام بصراحه. وعوده حميده يعني حارس مرمى، حارس مرمى مهدي سليمان ربنا يوفقه ان شاء الله. ناخد اللي وراها سريعا، غير الكره دي برضو ده دي اللي قبلها برضو ليه تصدي في نفس اللقاء يعني بالظبط، ليه تصدي في الاخر اللي هي ضرب الكورنر هنا ما الفش، لا لا حب يمسكها حب مش عارف ايه، لا هنا ما الفش كورنر في الدقيقه 92. انا بس عايز اخد الوقفه بتاعته، هو طلع لا الوقفه لانه في وقفه بمل وده اللي بننصح بيه الحراس دايما، وفي وقفه بالجنب هي مدارس ومدارس مدربين، فلما نعيد الكورنر مره ثانيه نشوف الوقفه كانت عامله ازاي وهل اثرت. بس اقف اقف بقى، هو عامل حاجه هايله هو واقف قدام هايل يعني. انا مثلا كنت من الحراس مدرستي بقف هنا شويه اتغيرت المدارس فبقى بيطلعوا قدام، بس عايزه سنه ميل هكملها لك ليه بقى. يلا يلا الاوفر حلو على فكره الاوفر يتلعب معاه وجميل لانه عالي قوي ونازل لك في حته صحيح. دلوقتي المشكله بقت في زحمه هو يعني يحسب له رد الفعل، يحسب له رد الفعل خاصه انه ما تخيلش بالناس اللي داخله تشوط الكوره. نعم البلعوتي ام بي هناخد الكوره دي ديفليكشن، كوره غيرت اتجاهها. ايوه بص يا كابتن، انا شايف ان رد فعله هايل، هتيجي بقى من القاعده اللي وراها. انا للاسف ما شفتش الصد دي، رايح خالص. بص حضرتك، بص حضرتك الكوره فين، لو انا شفتها كنت خدتها بص حضرتك البلعوتي من صدات الاسبوع. نعم بص راح فين ورجع بسرعه جدا لحق الكوره. الحقيقه انا بشوف ان هو يعني رد دي فعل صدت الاسبوع الحقيقة. رد فعل ممتاز. انا للاسف عشان المباراه كانت في نفس توقيت مباراه الاهلي. طب بص حضرتك دي بس عشان البلعوتي، عشان كده قلت لحضرتك بص البلعوتي لحق اصعب. بص حضرتك دي وربنا بيحبه، كرم ربنا هي جت في العارضه ورجعت له ده الراجل بتاع بيراميدز حط رجليه رجعت له. فالحقيقه البلعوتي السنه اللي فاتت ما كانش مفنش كويس، كان مهزوز شويه، لكن هو هايل بادئ بدايه ولا اروع. نعم ناخد دي المقاولين، يبقى البلعوتي مع يعني مع امبي مرمى الامبي في امان. في امان فعلا. ده عمرو شعبان، عمرو شعبان ما قدرش الكره صح، طلع غلط، طلع غلط تماما يعني، خبط في زميل خبط في زميله وبدلك بقى الكره جت في العارضه ردت على طول، فادي فريد سجل الكره دي. برضو خلينا نتكلم على ثانيه واحده وائل المفضل، خلينا نتكلم على الطول، طول الجسم بيفرق طبعا. هو حارس كويس على فكره ومميز في الكرات العرضيه، بس مش في كل الكرات اللي بيتعامل معاها صح. هنا كره بعيده شويه عن المتناول،
زحمه، الزحمه بقت مشكله بالنسبه لحراس المرمى. من الافضل العب بمبدا الامان، لانه معلش اوقات نرجع لها، انا عارف ان احنا الوقت جري مننا، انا متاسف حقك عليا. بص اوف اوف، بص يا باشا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هي هي نفس الرصه. هي دي رصه شوقي غريب، خلي بالك هي نفس الرصه، وهو الاخير فيهم. نلعب اللعبه بقى، يلا بينا. كان ساعات ايامك كابتن بتشوف حد بيزق، انا كنت بزق الديفنس بالمهاجم، طول ما اللعب واقف مفيش مشكله. زق الديفنس بالمهاجم، اه خده قدام، او استنى 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 ثانيه واحده ثانيه. هنا الفرق بين وقفته وبين وقفه المهدي سليمان، انا وريتك المهدي سليمان كان واقف فين. مظبوط. هنا هو عنده فرصه يطلع قدام شويه، بس واقف على الخط، عنده فرصه يطلع هنا. يبقى في الحته دي طبعا هتبقى مشكله عيني لو اتلعبت عند ده، صح كده، مشكله. بس ده برضو لو هو واقف هنا او واقف هنا هيسجل، لو حطها هيسجلها جول. يبقى قدام شويه، يا يتعامل بقى وهي عاليه قوي، يا اما يتعامل مع العاليه اللي جت. هي في كل احوال الكرات رخمه يعني، بس هنا هو مسؤوليته 100%. اتفضل يا وائل. طريقه مبر... لعب الكورنر ده بتبقى صعبه. اعتقد يعني هو كورنر على فكره يطمع انه يطلع، بس البوزيشن كان وحش. مظبوط. وبعدين القوام كان متاخر شويه من عمرو. رد الفعل خد وقت لانه بص هو وقع في الارض، بص للكره فوق، بص كل ده. هو اكتفى بالمشاهده. أيوة. هو لغايه ما جت القايمه هو قاعد في الارض. بالظبط. القوام متاخر فما لحقش. صح. فانا اقوم الاول وبعدين اشوف اللي هيحصل. دي نقطه مهمه جدا. نعم. احمد الشيخ جون في مرمى محموده بالسعود، انا بشوف حضرتك يعني شرحت. نعم. ابو السعود راح قوي والكره في النص. بالظبط. الكره في النص. بالظبط. بس حضرتك الكره فين؟ بالظبط. والسعود حارس كبير يعني وطويل. منتهى ابو السعود هو اللي قاعد المقاولين في الدوري. طبعا منتهى البدلك. لكن تعالى عشان هنتكلم على بوزيشن وديسيجن. احنا اتفقنا صح على ده. عمرو شعبان طبعا انقاذ هايل، تصدي المباراه. طبعا ده في الدقيقه الاخيره. خلي بالك. نرجع لهدف المقاولين بعد اذن حضرتك، هدف غزل المحله عفوا. نشوف بس يا جماعه البوزيشن، المكان بتاع. بص ايوه بقى. لا لا لا، ارجع سنه، ارجع سنه، ارجع سنه، ارجع قبل ما تتلعب، ارجع كمان. لا قبل ما تتلعب خالص. هنا مرحل قوي. انا هنا خطوزين في نص الجول. هلحق لانه هو كان مقرب منها. صح. كمل يا وائل. بص حته بطء مع بدلك، حظه طبعا. الكره جت فوق وجت في ظهره ودخلت يعني. نعم. سريعا بقى خلاص، فاضل لنا اعتقد ماتش فيوتشر حرس الحدود. نعم. سريعا جدا ناخد اللي وراها. تصدين لجنش، انفرادين مهمين جدا. نعم. واحده حضرتك اخذناها كتصدي الاسبوع. نلعب. نعم. بقى بالريتم العادي، ناخد اللي وراها على طول. يلا بينا ناخد على طول تصديين جنش انفرادين مهمين. نعم. دي عمرو شعبان طبعا هايله، عشان بس الشريط ورا بعضه. طبعا انقذ يعني كوره يعني صلح صحيح. غلطته يعني. نعم. صلح غلطته صحيح. في كوره الجون قدر ينقذها، وده لاعب اعتقد لاعب شاب، لاعب كويس جدا في المقاولين من ساعه ما نزل يعني. ناخد بقى الكره اللي وراها على طول. بص يا كابتن، بص الانفراد اللي حضرتك جبته، بص عليك المساحه على طول، اللعيب اتحرك. لا بص جنش واقف فين، بص خطوات رجله عامله ازاي. هايل. بس هايل، هي الفوت ورك. هايل. بص واقف فين، بص خطوات الرجل عامله ازاي. وشوف بقى اللي انا كنت بقوله لعمرو شعبان، هو صد مش صد ووقف. لا صد وقف. لا صد وقف. صح. عشان كده ربنا كرمه بيها. بص ادي الخطوه هايله هنا أفل. وهو جاري على طول يعني على طول دب في الارض ونزل. ده نزل جابها بايده. وهو لو ما خدهاش تاني الولد هيجيبها جول. هايل، تصرف هايل من جنش وعود حميد يعني. صد ورد، صد ورد على طول. جنش صد ناخد ورد. ناخد اللي وراها على طول. الانفراد. نعم. بتاع الشوط الثاني ده الاولاني. في انفراد بقى في الشوط الثاني برضه الجنش. نعم. سريعا معموله حلوه قوي، هجمه مرتده، هجمه معموله حلوه قوي. ده داوودة. نعم. واكتر من لعيب مميز كمان. عندهم حد اعتقد اسمه بوجوده في هجوم حرس الحدود. كابتن اخذ خطوه، وقف اهو، طلع استنى وطلع. بس تغطيه جوناثان عبقريه. جوناثان ده لعيب كويس جدا يعني، بص من احسن الاظهره. بص هو جاي منين. بص جاي منين، رايح فين، مكمل ازاي هنا. بص الراجل رايح لوحده، الكوره جون يعني. جون طبعا. الفولو بتاعها جون على طول. نعم. زيكو ده لعيب كويس جدا. عنده لعيب مهاجم اسمه جوده. برده لعيب كويس. وتصرف هايل من جنش. كانت اخر حاجه عندنا جون عمر السعيد في حرس الحدود. هنلحق ناخد جون عمر السعيد ولا صعب؟ جون انا بس حاجه سريعه جدا. يلا بينا. ان حارس حرس الحدود كان عامل ماتش كويس جدا، بس باد لك ان كره الجون هي غلطته يعني. بس ده كان اصعب اوفر. الاوفرات الثانيه كانت في المتناول. الولد دي. نعم. هل هو بقى يطلع؟ اوعى تطلع خالص. ولا ما يطلعش؟ اوعى تطلع، مش بتاعتك خالص. هو ما يطلعش الكره، لا ارتفاعها ولا مسافتها ولا اي حاجه خالص. هو حتى زعلان من نفسه انه كان عامل ماتش كويس. هايل. محمد فوزي عمل مباراه كويسه جدا، ولكن هو خانه في دي. طلع، ما كانش لازم يطلع، كان لازم يوقف تحت الثلاث خشبات اعتقد. دي وجهه نظري طبعا. البدايه هو الثاني كان تسلل.
الثاني كان تسلل. ايوه بالظبط. بس عمر سعيد جاي من تحت اهو. عمر هو مميز في ضربات الراس جدا. هو طمح حالته في المباراه طبعا. يعني فوزي كان طمعان لكن يعني بداية موفقة بما لا تشتهي السفن. بداية موفقة. نورتنا يا اسلام. ربنا يخليك كابتن. بشكرك شكرا جزيلا. انا اللي بشكر حضرتك. بشكركم اعزائي المشاهدين كده تمام. يلا سلام.